وكمان استكمالا للخبر بتاعك يا كريم، قرر ايضا كابتن محمود الخطيب تكليف كل من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وكابتن سمير عدلي المدير الاداري بالسفر للمغرب خلال الايام اللي جايه علشان يعني يقوموا بكافه الترتيبات الخاصه طبعا ببعثه الاهلي قبل موعد المباراه النهائيه لدوري الابطال، واللي اعلن الكاف زي ما حضراتكم عارفين عن موعدها ومكانها عبر حساباته الرسميه. واللي احنا عندنا اعتراض، ومش بس هقول احنا، هقول اي انسان حتى الناس في المغرب يعني معلقين رياضيين كتير جدا، الناس لا تنتمي للنادي الاهلي، كل الناس عندها علامات استفهام حول هذا القرار الغير عادل تماما. واعتقد الخطوات اللي بيتخذها النادي الاهلي دي خطوات في منتهى يعني زي ما بيتقال كده، او هو خطوات سليمه، خلينا نختار هذا المصطلح. فخلينا برضو نشوف يا كريم، امبارح سالنا ضيوفنا ايه اللي هيحصل، متوقعين ايه، فمحدش يقدر اعتقد يتوقع دلوقتي اي شيء، خلينا ننتظر ونشوف الايام اللي جايه كيف سيتم او كيف سيكون القرار يعني الحاسم. نتمنى يكون طبعا عادل، وده المتوقع ان شاء الله. دي تاني مره على التوالي، احنا مش بنتكلم دي مره يعني اوليه زي ما بيتقال. هو الحقيقه الحاجه الاكيده ان في قاسم مشترك بين كل الناس، اللي هي ايه؟ فكره الاقتناع بان اللي بيحصل ده له عادل وله منطقي، يعني دي جزئيه. في حاجه ثالثه بس يمكن مش تبقى يعني ما تبقاش عند كل الناس، فكره استشعار سوء النيه، وان في امور معينه لا دي مش عشوائيه قوي، فيها نيه مبينه. كابتن سامي تحدث امبارح عن ده لو انت فاكر، كابتن سامي طبعا عبد الفتاح يعني، ولكن سوء نيه بقى حسن نيه مش ده موضوعنا، بس موضوعنا ان يعني احنا برضو عندنا حق وهنطالب بيه. ده في على فكره ملف تاني كمان يا كريم، كلم ملف الحكام، لسه ما فيش قرار بمين اللي هيحكم، طبعا لسه لم يتم الاعلان يعني عن اسماء الحكام، ولكن برضو الواحد عنده قلق يعني. بيني وبينك مش هضحك او مش هنبقى يعني نضحك على نفسنا قبل اي حاجه، لا الناس او احنا عندنا قلق من فكره كمان اختيار الحكام. ده بقى اللي هيثبت برضو، خلي بالك، او هيخليك تميل اكتر لفكره ان في حسن نيه ولا سوء نيه من اختيار الحكام ايضا. هو على كل الاحوال هي التفصيله اللي انت بتتكلمي فيها كانت من ضمن البنود اللي اكيد هنتكلم مع حضراتكم فيها، اللي تقدم بيها النادي الاهلي ومن خلالها بشكوى رسميه طبعا للمحكمه الرياضيه الدوليه.